طفل. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم معايا واحد السيد اللي كان خدام عساس، كان شد واحد البلاصة ديالو حتى كيلقى واحد السيد اللي خرج من الحبس. ياك يلا خرج من الحبس شحال هادي، يعني شحال اللي خرج من الحبس، المهم طلبوا باش يخدموا، المهم حتى كيتفاجأ انه خدا ليه كاع ديك البلاصة اللي كان خدام فيها خداها ليه. دابا المشكل ديال السيد انه مبقى لا خدام لا والو، عنده زوجة، عنده وليدات، عنده الكرا، عنده يعني عنده مصاريف بزاف، فكيلقى مسكين لا حنين لا رحيم. حاول انه يتواصل مع جمعية ديال العساسة، ما داروا معاه والو. هو اليوم بغى الحق ديالو، ما بغى والو، هو حتى هما كيقولوا بانهم ما بغاوش يحيدوه من هذيك البلاصه، هما بغاو غير هما يترزقوا الله بحالهم بحالنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. قولي يا خويا المشكل، عاودي المشكل من الاول. المشكل لا هو انت خدام عساس. سيد خدام انا عساس. عساس سيد طلبني وبدا يرغبني فيه، يرغب يرغب يرغب، وحنيت فيه قلت له اجي زيد تخدم، خدمته معايا وفي الاخر لعب لي على كل شيء، جمع لي حب وفضل وسميته ولا يتخلص عاد بوحدو، وانا ما كنستورد حتى 100 ريال معاه. يعني انت حنيتي في الاخر هو بحال غدر. واخا هاد البلاصه فين كاينه بالضبط؟ عاود قول لي العنوان بالضبط والزنقه. الزنقه خمسه، الزنقه خمسه واربعه. خمسه واربعه اه؟ شارع الفوارات. شارع الفوارات بالحي محمدي. الحي محمدي. الزنقة 5 4 شارع الفوارات بالحي محمدي. هاد السيد كان شاد هذيك البلاصة كاملة، حتى كيتفاجئ أن هاد السيد قلت لي خرج من الحبس. 12 عام ديال الحبس اللي دوز كان. واش باغا تهضري؟ تجي تهضري؟ بحال بحال. أجي هضري، إلا بغيتي تهضري أجي هضري حدا الزوج ديالك. كمل أسيدي. هي هذاك السيد كان كيبيع، وأنا زعما بغيت نغطي له على الوسخ ديالو. وخدمته معايا صدق غدر بيا، خدا لكل شيء، خدا كل شيء. واخا مشيتي عند جمعيه العساسه حاولتي دير شي شكايه شي حاجه باش حتى واحد ما استخدم معايا؟ انا نعطي الميكرو للزوجه ديالك لان السيد شويه مرتبك. اجي قربي حدا هنا شويه، اجي اختي هنا، خلي الزوج صافي هاك. اي بلاصه مشينا لها اختي حتى واحد ما عطانا الحق ديالنا، اي مقاطعه اي جماعه اي كيقول لنا سير واحد حتى ما كاين والو. عاودي لي بلا شنو طرا من الاول، لان السيد بالي مرتبك الزوج ديالك الله يحسن. السيد جا عند راجلي قال لي خدمني معاك، انا راه وصلت راه عندي الحبس، خرجت من الحبس راه عافاه عليا الله، دابا شي 8 سنين ومع 9 سنين دابا. اجا عندي انا قلت ليه بلا ما تدخلوا معاك هاد السيد راه انا ما مرتاحاش ليه، قال لي لا غير خليه. المهم دخلوا معاه بقاو غاديين، قال لي شوف انت تمشي لدارك مع 12 ديال الليل على راجلي وانا نبقى، وانت تجي مع البشر بقاو غاديين على هذا الطلاق. من بعد ملي كيقول الناس انا راه هذاك السيد ما كيخدمش، انا اللي خدام، اي واحد حرشوا علينا، هما اللي الكراجات، هما اللي المحلات ديال العود، الطوموبيلات، كلشي داكشي كلشي خدا راسه. دابا انا مشيو عليا الكرا والما والضو، والله قسم كل جرا تلاقوا لي في الصنقه، عندي جوج الاولاد، ما عندي حشاشة بعيدة، ماما أنا نخرج نخدم، راه ما زدتش معايا الدوسي ديالي باش نوريه لك، مازال ديري معايا وقت نجيبو لك حتى تشوفي، يعني ما عندي لا حليب لا كاين. المقاطعة اللي مشيت ليها، الجماعة اللي مشيت ليها، حتى واحد ما عطانا الحق ديالنا والو، واخا ما حاولوش تضروا مع السيد حبيا، حقاش أنت قلتي لي بأنكم ما باغيوش تخرجوا، أنتم ماشي باغيين تقطعوا له رزقه. لا حاشا، هادشي اللي كنقول أي بلاصة، ما بغيتش أنا نقطع ليه رزقه، ولكن هو قطع ليا رزقي، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، أنه شربني وشرب لي ولادي. ما عمر الكره ما تجمع ليا تدخل هاد السيد دابا 4 سنين ولا 5 سنين وانا كنعاني نفس والو، كيجي يهضر معايا كيدفعو كيمثلو كيعيرو، كنجيو نهضرو معاه كيخلينا ما كيتسابقش ما عطيناش الوقت، يعني السيد خدا كلشي ودار داكشي كلشي خدا، مابقاش عبر لحنا مابقاش عقل علينا فين كاينين، لا احنا لا احنا لا احنا قدرنا. من قبل كان كيجيبو كياكل نفس الله كياكل كيشرب معانا كلشي، دخل الفراش ما دخل يعني قدرنا لعب بينا، حنا ما عندنا لا حليب لا الحليب قسما بالله، وقت شوفي في يدك كيكبر وكلشي، وهو راه لعب علينا. انا دعيتو الله ياخذ فيه الحق. واخا باش كطالبي المهم تنتي اليوم؟ بغيت غير المهم داكشي اللي شدو يقسموا معاه، انا ما بغيتش نحيدو من البلاص، ما بغيتش نحيدو، انا واخا راجلي هو الاول، هو اللي كان شاد البلاصه، هو اللي ديالتو اكثر من 38 عام. شحال من عام دابا هو شحال من عام هو شاد هذيك البلاصه الزوج ديالك؟ اكثر من 38 عام وبالشهور كاينين تما 38 عام
وبالجهود كاينين تما هما اللي المحاله جيت عندهم 38 عام وهو شحال دابا باش جا شد البلاصه الاخر لا الاخر ورايا وش وش ومع دخل وداكشي سميتو دابا 9 سنين ولا 8 سنين باش دخل صايب ماش غنقول لك يجري بكا ويجري بكا وكيقول لهم هذاك السيد ما بقاش خدام يعني بحال اللي عمره ما خدم حتى نهار لا حول ولا قوه ما نكذبش عليك راه كنت شوفي في قلب صحته بدات كتقلب يعني انا ما عنديش الحرير انا كون كنت انا صح ولكن انا ما عنديش الجهد وعندي شجره العظام عندي الدواسه ديالي عندي كلشي راني ما كنتخافش راسي غنتلاقى معاكم ونمشي كلشي تشوف الله يعطيك الصحه الحاج اختي كنتمنوا ان الجهات الامنيه اللي غنقدر نقول الجماعه المخزن يعطيني غير حقي غير حقك حقك لان ماشي سهله 38 عام في ديك البلاصه وغيجي واحد غياخذها وكيف ما قلتي انت هو حن فيه ماشي مشكل في نحن نحن ولكن ما نقطعش رزق انسان اخر من جيت عنده وطلبت غير حبي انا تعطينا اللي قسم الله من يدك ما تلعبش ما بغاش ما كيبغيش يتسوق لينا كيهربوا ويخلينا ما بغيناش حنا ناخذوا حقنا في يدينا واخا بغيتي تحط الرقم التليفون ديالك بغيتي تحط رقم التليفون ديالك ديالكم ارجع مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في الرقم ديال السيده هو 0474-86-31-35 مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في وصلنا الى نهايه البث المباشر ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر الى اللقاء.